السلام عليكم طلاب صف ثالث متوسط. أخذنا بالدرس السابق، درسنا الفصل الثالث منظمات المجتمع المدني. أخذنا مفهومها وعرفناها، قلنا منظمات المجتمع المدني هي تنظيم متناسق يضم مجموعة من المواطنين تجمعهم أهداف خاصة أو عامة مشتركة، يجتمعون نحو هدف معين ويحكم علاقاتهم الداخلية والخارجية نظم وأحكام محددة. أخذنا أشكال منظمات المجتمع المدني وقلنا وزاري مهم، عرف المنظمات الحكومية أو الرسمية، وقلنا هي منظمات حكومية رسمية تتولى الدولة فيها إقرار النظام الداخلي وطبيعة التمويل والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وتدار من قبل الدولة، وتسعى إلى تحقيق والنهوض بالمجتمع لتحقق الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم. قلنا منها منظمة الهلال الأحمر العراقي واتحاد الصناعات العراقي وكذلك المنظمة العراقية التربية والثقافة والعلوم ودور رعاية الأيتام. عرفنا المنظمات غير الحكومية أو غير الرسمية بما هي إحدى أنواع الهيئات، والمنظمات الغير رسمية التي تتولى إدارتها هيئات وشخصيات ومؤسسات تعتمد في تمويلها على أموال مدفوعة من هبات خيرية ومساعدات إنسانية مقدمة من أشخاص ومنظمات، أو الاعتماد على واردات الأوقاف التابعة لها مثل منظمة الدفاع عن حقوق المرأة والطفولة ونقابة المعلمين والمهندسين ومنظمة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. درسنا نقابة العمال وعرفناها، قلنا هي مؤسسة عمالية تسعى لضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وتفعيل دورهم في إقرار سياسة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. درسنا أيضا أهم المنجزات التي حققتها المنظمات العمالية، قلنا أولا قانون الضمان الاجتماعي، وقلنا قانون تنظيم العلاقات بين الإدارة أرباب العمل من جهة والعمال من جهة أخرى، وقلنا ثالثا إقرار الدولة اليوم الأول من آيار عيدا للعمال وعطلة رسمية. درسنا اليوم المنظمات النسوية. عرف المنظمات النسوية. المنظمات النسوية تعد المرأة اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وتقدمه، فهي نصفه وأساس تكوين وتقويم، وتقوم بأدوارها المختلفة في الحياة، فهي الأم والزوجة والبنت والطبيبة والعاملة وغيرها من الأمور الريادية التي نهضت به خلال مسيرتها الحياتية وأمنت إلى وقتنا الحاضر، وحاولت الحصول على حقوقها والتخلص من الممارسات الخاطئة التي كانت ترتكب بحقها، ونظمت ذلك عن طريق المنظمات أو الاتحادات. كذلك سعت الدولة العراقية الحديثة لتعزيز شراكتها في الميدان التشريعي، وهو أحد الميادين المهمة لإقرار سياسة الدولة وفلسفتها، بإصدار قانون أو قرار تمثيل في المجلس النيابي الوطني بنسبة لا تقل عن 25% أو تزيد عنها. هنا عندي فراغ مهم، نسبة مشاركة المرأة في القرار السياسي لا تقل عن فراغ 25% أو تزيد عنها. وذهبت الدولة إلى أبعد من ذلك، وضمن تشكيلاتها الوزارية التنفيذية التي استحدثت وزارة خاصة بشؤون المرأة وتحت مسمى فراغ وزارة الدولة لشؤون المرأة. سؤال: ما هو الهدف من تأسيس المنظمات النسوية أو الاتحادات؟ الجواب: محاولة المرأة الحصول على حقوقها والتخلص من الممارسات الخاطئة التي كانت ترتكب بحقها، ونظمت ذلك عن طريق المنظمات أو الاتحادات. موضوع جديد ناخذ التنظيمات الطلابية. عرف التنظيمات الطلابية، وهي شريعة واسعة ومهمة في المجتمع العراقي، لها الدور الفاعل في توعية الطلاب في الأمور والشؤون الوطنية والعديد من النشاطات التربوية والثقافية والترفيهية لدى الطلبة. ونهضت هذه المنظمات الطلابية بهذا الدور المميز من تاريخ العراق الحديث والمعاصر في التنظيمات التي أسسها الطلبة أنفسهم، وعملت الدولة على رعاية هذه الشريحة صحياً وتربوياً وعلمياً، وتشجيع نشاطاتها المختلفة وبناء المؤسسات التعليمية والتربوية، مع التركيز على دور تلك المنظمات في توثيق العلاقة التربوية بين الهيئات التعليمية والطلبة.
سؤال آخر، ما هو الغرض من تأسيس المنظمات الطلابية؟ ما هو الغرض من تأسيس المنظمات الطلابية؟ الجواب: لغرض توعية الطلاب في الأمور والشؤون الوطنية والعديد من النشاطات التربوية والثقافية والترفيهية لدى الطلبة، وتطوير وتهيئة المؤسسات التربوية وبناء المدارس، وتثقيف وتوثيق العلاقة بين الهيئات التعليمية والطلبة. سؤال آخر، متى وكيف تأسست نقابة المعلمين؟ أو عرف نقابة المعلمين؟ الجواب: تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، عندما برزت نخبة من المعلمين والمثقفين والسياسيين العراقيين لقيادة العمل الثقافي والقيام بفعاليات اجتماعية وثقافية في تقديم المساعدات المادية للمعلمين والدفاع عن حقوقهم، وقد استمرت هذا العمل إلى أن تم في عام 1959 ميلادي تأسيس نقابة للمعلمين العراقيين، والتي أخذت على عاتقها النهوض بواقع التعليم العراقي. إذن متى تأسست نقابة المعلمين؟ تم عام 1959 تأسيس نقابة للمعلمين العراقيين. سؤال، ما هو سؤال ما الأهداف الرئيسية لنقابة المعلمين؟ هذا سؤال وزاري مهم. ما الأهداف الرئيسية لنقابة المعلمين؟ الجواب: أولاً، الإسهام في تطوير النظام التربوي ورفع مستوياته بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. ثانياً، تلبية الاحتياجات التعليمية من مختبرات ووسائل تعليمية ومكتبات، وحل الازدواجية في المدارس من خلال الدعوة إلى بناء المدارس الجديدة للمراحل كافة. ثالثاً، توفير دور الحضانة لأطفال المعلمات اللواتي يمارسن مسيرتهن التربوية. رابعاً، توفير التأمين الصحي ورفع المستوى المعاشي للمعلمين والمعلمات. خامساً، الانفتاح على تكنولوجيا التعليم واستخدام التقنيات التربوية الحديثة في التدريس بنظم تنظيم دورات تطويرية للمعلمين والمدرسين. سؤال، ما الأهداف أو ما الهدف من إنشاء نقابة المعلمين؟ الجواب: القيام بفعاليات اجتماعية وثقافية في تقديم المساعدات المادية للمعلمين والدفاع عن حقوقهم، وأخذت على عاتقها النهوض بواقع التعليم العراقي. موضوع، علاقة المنظمات بالمدرسة. سؤال، وضح علاقة المنظمات بالمدرسة. الجواب: المنظمات الطلابية هو التعاون والحوار مع الإدارات المدارس، وكذلك الدفاع عن حقوق الطلبة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه العملية التربوية والنهوض بالواقع التربوي في العراق. سؤال، إن علاقة المنظمات الطلابية بالمدرسة علاقة قوية، علل لماذا؟ الجواب: لأن كليهما يهتمان بفئة الطالب عرف ما يأتي. المنظمات النسوية تفتح آفاقا واسعة أمام الطالبات في دورات الفنون المنزلية والنشاطات الاجتماعية الأخرى. التنظيمات العمالية والفلاحية من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها طلبة المدارس المهنية الزراعة والصناعة إلى عدد من النقابات أو المعامل أو المزارع أو الحقول والدواجن، وللاطلاع عليها وربط الجوانب العلمية بالجانب النظرية في المناهج الدراسية. موضوع آخر، دور المنظمات في استقرار المجتمع والتمتع بحريته. سؤال، وضح الدور الذي تلعبه المنظمات في استقرار المجتمع. الجواب، أولاً، إقامة الندوات والدراسات التثقيفية التي تعنى بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثانياً، مشاركتها في حملات محو الأمية أو نظام المدن، وتسهم في استقرار وتطور المجتمع من خلال ما تقوم به التنظيمات النسوية من مشاركة فاعلة في مجال محو الأمية، وما تقدمه الجمعيات الفلاحية من تسهيلات تساعد على نمو الرقعة الجغرافية المزروعة من أرض الوطن، ما تفعله التنظيمات الطلابية والشبابية من نشاطات مختلفة في ميادين الرياضة. ثالثاً، ولم يقتصر الأمر على هذه المنظمات فقط، وإنما هناك منظمات أخرى على الساحة العراقية
كتنظيمات نقابية مهنية تشارك في العمل السياسي والنضال الشعب العراقي وفي عملية بناء الوطن وتقدمه العلمي والاجتماعي، مثل نقابة المعلمين والمهندسين والأطباء والمهن الطبية. رابعاً، هناك العديد من المنظمات الإنسانية في العراق، مثل منظمة حقوق الإنسان ومنظمة حقوق المرأة ومنظمة حقوق الطفل ومنظمة حماية البيئة. خامساً، البناء الجماهيري والمهني يسهم في استقرار المجتمع ويعكس حرية التعبير ويشكل اتجاهات إيجابية والقيم الأصيلة.